يعطيكم العافية، أنا زميلتكم نسرين. رح نكمل شرح مادة الداينامكس. آخر فيديو نزلناه كان عن تشابتر 12، حلينا فيه أكثر من سؤال زي مراجعة يعني للتشابتر كامل. هلأ رح نبلش بتشابتر جديد اللي هو 13 اللي بيحكي عن الفورس أند أكسلريشن. رح نعتمد بالحل الأسئلة بشكل أساسي على قانون نيوتن الثاني اللي هو summation للفورسز equals mass acceleration. نفس الكونسبتس والأساسيات اللي كنا نطبقها بتشابتر 12 رح نطبقها هون. يعني لو كانت عندي الـ A variable أو بدلالة إشي حتكون الفورس نفس الإشي، حتكون بـ as a function يعني. وكمان إذا كانت الـ A constant حتكون الـ F constant. إذا كنا عم بنحل على أساس الـ rectangular components X و Y، بدنا ناخد summation للـ F على الـ X لحال، summation F للـ Y لحال. أو إذا كنا نحل normal and tangential برضو نفس الإشي، حيكون عندي summation للـ forces باتجاه الـ tangent يساوي mass بـ A للـ T. وإذا كنا عم بنحل على الـ normal، summation للـ forces باتجاه الـ normal حيساوي M في A للـ normal. يعني نفس الأساسيات اللي كنا نستخدمها بتشابتر 12 رح نستخدمها هون. لهيك أي حدا لسه مو فاهم التشابتر اللي قبل ضروري إنه يدرسه منيح ويفهمه منيح عشان يحس إنه هذا التشابتر جد سهل ما فيه أي إشي زيادة غير هو الفورسز. يعني هون بس الإشي اللي زيادة الوحيد اللي عندي هو الفورسز، أما بالنسبة للكونسبتس والأساسيات اللي كنا نستخدمها هي نفسها. طيب هلا عشان أحل أي سؤال فيه فورسز، أول إشي لازم يكون عندي فري بادي دايجرام أرسمه للجسم، ولازم ارسمه صح علشان يطلع عندي الحل صح، لانه الاتجاه رح يغير الاشارة بالتالي يطلع السؤال غلط لو انا حطيت اتجاه غلط. بالنسبة لرقم 2 اللي هي المحاور، المحاور حتكون عندي x و y او normal and tangential، ورح نحكي عنها اكتر بالشرح وبالاسئلة. طيب هلا بس شغلة عندي احكي عن type of forces. هلا هم خمسة، هم خمسة ممكن يكونوا موجودين كلياتهم بنفس السؤال أو الرسمة أو ممكن جزء منهم، بس خليهم ببالكم لحتى وإنتوا عم ترسموا الرسمة أو عم ترسموا الفري بادي دياجرام، يعني تشيكوا عليهم واحدة واحدة. هلا أول إشي الويت، الويت اللي هي الوزن دائما حتكون موجودة لأنه دائما الجسم إله وزن، وهو يساوي الماس بالجي، الجي تساوي 9.81. بالنسبة للاتجاه فهي دائما عمودية على الأرض. لاحظوا هون ام جي عمودية على الارض ولتحت، انا نسيت اكتب انها لتحت. اوكي هلا لو كان هذا الارض مايل مثلا زي هيك حتكون هي عمودية هيك، تمام. هلا في سؤال ببين معكم كيف. هلا بالنسبة للنورمال فورس، النورمال فورس اللي هي برضو بتكون عمودية هون على الجسم، هاي لاحظوا عمودية على الارض، هاي عمودية على الجسم، ودائما اتجاهها بيكون لفوق او حسب كي ايش طالب يعني. بس احنا هون دائما نحكي نورمال فورس اللي هي جاي رد فعل الارض على الجسم لفوق. اوكي هلا ثلاثة اللي هي سبرينج فورس اللي هي تبعت السبرينج اللي بيكون عندي تساوي كي في الديفليكشن. بالنسبة للفريكشن فورس فهي دائما عكس اتجاه الحركة، يعني مثلا لو هذا الجسم عم يتحرك، لاحظوا هون حكالي هو عم يتحرك لليمين، فالفريكشن فورس عكس الحركة. اوكي وعندي نوعين من الفريكشن فورس، عندي اف اس واف كي. اف اس اللي هي ستاتيك اللي هو الجسم قبل ما يتحرك، والاف كي لما يتحرك، فعندي ميو اس وعندي ميو كي في الان اللي هي النورمال. اوكي طيب هلا رح نحكي شوي اكتر عن الفريكشن فورس. خامس اشي اللي هو اكسترنال فورس، زي هون عندي البي مثلا هاي اكسترنال فورس. اما الاربعة هدول هايهم weight normal spring friction، فنخليهم ببالنا واحنا بنرسم الفري بادي دياجرام حتى ما ننسى اشي منهم. طيب هلا لو اجينا شوي بس بدنا نحكي عن الفريكشن فورس، في عندي ميو اس وعندي ميو كي. اوكي هلا بشكل عام الميو اس دائما اكبر من الميو كي. هلا هون اعطاني اكزامبل، لو كان عندي هذا الجسم وهون في قوة مقدارها 25 نيوتن عم بتأثر عليه باتجاه اليمين، الويت لإله 100 والميت نيوتن، والميو اس بوينت 4 ميو كي بوينت 25. اوكي هلا لو اجينا طلعنا الفريكشن فورس الستاتيك اس حتساوي ميو اس في النورمال، تطلع عندي 40 نيوتن،
اما ال اف فريكشن كي حتساوي ميو كي في النورمال، يعني تطلع معي 25 نيوتن. اوكي طيب، هلا هذا الحكي شو يعني؟ هذا الحكي انه انا بحتاج، هاي هي المينيموم، الاربعين هي المينيموم، انه انا بحتاج فورس 40 او اكتر حتى هذا الجسم يتحرك. يعني هون هو بحكي لي مدام هاي الفي تساوي 25، الجسم هون مش رح يتحرك. يعني لو قد ما ضليت اثر عليه بهاي الفورس ما رح يتحرك، لازم مينيموم يكون عنده 40 عشان يقاوم الفريكشن فورس. اوكي طيب، اذا حطينا طبقنا فورس 40 بالضبط، بحكي لي the body is about to move، يعني بداية الحركة. أما إذا طبقنا 41 اللي هي أكتر، فهو أكيد will move. تمام، هلا هاي النقطة كتير مهمة، ما بتنشو هذا المثال، لأنه لما نيجي نحل أسئلة مرات بدنا نحسب قديش الفورس اللازمة حتى إنه الجسم يتحرك. هذا الإشي بفيدني إنه أعرف التايم اللي بلش عنده حركة الجسم، عشان هيك لازم نكون فاهمين هذا الكونسبت 100%. إذا بنعيد، ال F friction static اللي هي بتكون المينيموم فورس اللي لازم أطبقها حتى الجسم يتحرك. تمام طيب، هلأ هون هلا summation للفورسز equals mass acceleration. زي ما حكينا رح نحل rectangular components اللي هم x y او normal and tangential، نفس اللي كنا نطبقه بالشابتر 12، ما تخافوا من الرسمة، حكي عادي. انه هون x y، فراح اخذ summation f على x لحال، summation f على y لحال، وكمان ممكن تكون عندي constant او variable اللي هي ال f او ال a. يعني ممكن ال f يعطيني اياها رقم، اوكي اي واحدة منهم، لانه هاي summation، فاي واحدة من الفورسز الموجودة ممكن انها تكون رقم constant او ممكن تكون as a function of شغلة، يعني as a function of time، as a function of اي اشي. اوكي هلا هون نفس الاشي، summation f على y، f normal، f t، كله نفس الحكي. طيب هون نيجي نبلش examples. اوكي اذا هون عندي هذا الاكزامبل 13.3، بحكي لي انه انا هون عندي زي هون تراك A وموصولة مع كارت B وكارت C. هلا هون هاي هي الاساسية، اوكي هاي فيها بالسؤال بالكتاب، هاي بس كارت حاملة شغلات، وهاي كمان نفس الاشي كارت حاملة شغلات، وهون عنا هذا الشخص سايق الجسم كله A B C. اوكي هلا معطيني ماس A 450، الماس ل B 275، والماس ل C 160 كيلوغرام. لاحظوا هون اعطاني الفورس اللي ماشي فيها تساوي 200 تي، يعني هون هي variable و as a function of time starts from rest. المطلوب السرعة بعد 2 seconds والhorizontal force acting on the coupling between the truck and the cart B. يعني هلأ هون ال A وال B موصلين مع بعض، بده ال horizontal forces acting هون بهذا الحبل أو اللي هو هذا اللي واصل بيناتهم، ما بعرف شو هو بالضبط. اوكي طيب، هلأ لو اجينا بدنا نحل الفرع الأول، انه هو بده سرعة A in 2 seconds، أو السرعة بشكل عام، مو سرعة A، يعني سرعة الجسم كامل A B C. فأنا لما أجي أرسم free body diagram بعتبره ماس واحدة، فهذا كلياته إله ماس عبارة عن ماس A زائد ماس B زائد ماس C، تطلع عندي 885. أوكي هلأ باجي بحكي الفورس وين جاي، الفورس جاي بالهوريزنتال أو بالإكس أكسس، فباجي بحكي summation للفورسز على الإكس بتساوي الماس بالأكسلريشن. هلا الفورس هي عبارة عن 200 تي، ولاحظوا البوزيتيف لوين؟ للشمال. هلا بأسئلة بالأسئلة بهذا الشابتر بحكي لي انه البوزيتيف بفرضه مع اتجاه الحركة. هلا ممكن افرض انه خلص اعتبر مثلا دائما لليمين موجب، واذا طلع معي السؤال وطلع معي الرقم بالسالب معناته عكس الفرض، فكل واحد بحل على اللي بريحه. يا اما بنفرض موجب مع الحركة، يا اما بنفرض انه دائما اليمين موجب، واي اشي بيطلع معي بالسالب هو عكس فرضي انا. بس هلا هون لاحظوا شغله، لو فرضنا انه لليمين هو الموجب، بدي تكون الفورس عند الاي بدي تكون سالب 200 تي،
هون ال M حتكون 885 وال A رح لازم برضو أحط لها ماينس، فممكن هذا الإشي أنساه. أوكي طيب هلأ نكمل الحل. هون عندي 200 تي بتساوي الماس اللي هي للجسم كله A و B و C 885 A، تطلع معي ال A بدلالة ال T. أوكي هلأ هو طالب سرعة، فأنا بعرف إنه ال A تساوي dV باي dt، بعوض مكان ال A قيمتها اللي هي 0.2259 بعدين dt بتساوي dV، حطيت حدود التكامل اللي from rest ف 0 ل t ومن 0 ل v. أوكي طيب هلأ حليت التكامل وعوضت t at t equals 2، بتطلع معي السرعة 0.45 تقريبا متر per second. هلا بالنسبة للفرع الثاني، لاحظوا الفرع الثاني هو طالب الفورس، هي عبارة عن internal force موجودة بالحبل اللي واصل بين التراك A والكارت B، فعشان هيك أنا بضطر إني أرسم free body diagram لل A لحال وال B لحال. أوكي هلا بالنسبة لل A فهي عليها فورس باتجاه اليسار ونورمال وام جي، هدول ما إلنا داعي فيهم عشان ما في فريكشن، فما في داعي نطلع نورمال ولا اشي. هلا بالنسبة للحبل اللي هون، فأنا لو فرضت إنه في تنشن هون بالنسبة ل B التنشن بده يكون العكس. هلا A لو إني فرضت التنشن لجوا بدي أفرض بال B التنشن لليمين، يعني لو فرضت هون T لليسار بدها تكون بال B لليمين، يعني المهم انهم يكونوا عكس بعض لانها internal force فلازم يلغوا بعض. اوكي طيب هلا هون اجيت اول اشي حكيت للجسم A summation للforces باتجاه الاكس بتساوي الماس بالacceleration، وحكينا لليسار هي الموجب، فبصير عندي FA minus T بتساوي MA في الacceleration لA. هلا ال FA هي عبارة عن 200 T ماينس ال T بتساوي الماس لل A 450 في ال A ل A تساوي 0.2259 T. لاحظ هون عوضناها بدلالة ال T، ما عوضتها بالقيمة الأصلية، احنا أصلا ما طلعنا قيمتها. اوكي احنا أصلا ما مطلعينها. طيب هلا add T بتساوي 2، باجي بعوض الاثنين، ما في داعي لا تكامل ولا إشي لأنه هو طالب ال T اللي هون، خلص بعوض مكان ال T 2 تطلع معي 196.6 نيوتن. اوكي طيب نيجي على الاكزامبل اللي بعده، بيحكي لي انه انا هون عندي هذا الجسم وزنه 2 كيلوغرام ومربوط بهون عندي سبرينج. اوكي هذا السبرينج له لينث 0.75، هلا هو كان هون هذا الجسم بعدين تحرك لتحت، تحرك للنقطة C، كان عند النقطة A تحرك للنقطة C، يعني هذا هو جسم واحد. تخيلوا هذا مش موجود، هو كان هيك شكله عند ال A وسحبناه لتحت عند C بمقدار Y. هلا المطلوب ال acceleration والnormal force لما Y تساوي واحد. طيب هلا أول شغلة بدي أعملها، هلا بدي أتخيل هذا خلص مو موجود، أنا بدي إياه لما صار هون، لما صارت Y تساوي واحد. أوكي فباجي برسم free body diagram. هلا عندي ال mg لتحت والنورمال فورس لليسار، ليش لليسار؟ لانه انا بدي النورمال فورس اللي بيأثر فيها هذا العمود على الجسم، يعني هو مش موجود على الارض حتى تكون النورمال فورس لفوق، هلا هي عمودية عليه بس باتجاه اليسار، يعني حسب هو وين الجسم الثاني اللي واقف عليه عم بيأثر عليه بالضبط. اوكي هلا بالنسبة للفورس تبعت السبرينج فهي هيك جاي مايلة بزاوية ثيتا. هلا زي ما انتم ملاحظين هو معطيني هاي الزاوية بالسؤال، فأنا لو أخذتها هيك هتكون هاي الزاوية هي نفسها هاي. اوكي باجي بحلل الفورس تبعت السبرينج ل اف اس كوساين ثيتا ولفوق ساين ثيتا، هاي النورمال فورس هاي الام جي. طيب هلا بس هون بدنا نعمل شوية calculations. عندي tan ثيتا بتساوي واحد على 0.75، طلعنا الثيتا. طيب بس كيف طلعناها؟ هاي لاحظوا هون عندي هاي الثيتا، التان هيكون اللي هو المقابل على المجاور، هذا واحد، الواي هو حكالي بدي لما تكون الواي تساوي واحد.
طلعنا قيمة ثيتا. بالنسبة للإف سبرينج فهي كي في الديفليكشن. الديفليكشن بيساوي اللينث اللي صار اللينث اللي وصل له السبرينج ناقص اللينث الأصلي. هلأ لو نرجع على الرسمة لاحظوا هذا اللينث كيف بجيبه؟ قانون فيثاغورس، واحد تربيع زائد بوينت 75 تربيع كله تحت الجذر. اوكي هذا ال L minus L نود اللي هي بوينت 75، بتطلع عندي نص. فال Fs تساوي 3 اللي هو ال K stiffness بال deflection نص، تطلع عندي 1.5. طيب هلأ باجي على قانون نيوتن، بحكي summation للفورسز باتجاه ال X summation للفورسز باتجاه ال Y. هلأ بالنسبة لل X سواء فرضت يمين أو شمال ما بتفرق عندي الموجب، أما بالنسبة للواي فأنا عندي اتجاه الحركة لتحت، فرضت إنه لتحت هو البوزيتيف. هلأ بالنسبة للإكس لاحظوا هون عندي حكينا اليمين هو الموجب، فهاي حتكون ماينس إن زائد إف إس كوساين ثيتا حتساوي زيرو. ليش زيرو؟ لأنه الجسم ما عم يتحرك باتجاه الإكس، ما عم يتحرك بالهوريزنتال، عم يتحرك لفوق ولتحت يعني باتجاه الواي، عشان هيك ال A زيرو. هلأ هون summation fy بتساوي الماس بال A باتجاه الواي، اوكي، ولتحت عندي هو الموجب، فحيصير عندي mg ناقص ال fs sin ثيتا بتساوي الماس ب A باتجاه الواي. هلأ من الإكويجن الأولى لو عوضت مكان ال fs 1.5 ومكان الثيتا 53.13 هيك أنا بطلع النورمال هو المطلوب الثاني. هلأ بالنسبة للإكويجن الثانية لو عوضت ال m 2 كيلوغرام في g ماينس fs 1.5 ساين ثيتا طلعناها 53.13 تساوي الماس ب A، الماس 2 وهون صف عندي المجهول الوحيد هو A، تطلع معي 9.21. واضح هذا السؤال؟ هاي طيب هلأ الإكزامبل اللي بعده بيحكي لي إنه أنا عندي الجسم A والجسم B. أوكي هذا وزنه أو الماس إله 100 جرام 100 كيلوغرام، وهذا 20 كيلوغرام، وreleased from rest بده سرعة B بعد 2 seconds. أوكي هلأ هذا واضح إنه سؤال رح أستعين بالبكرات، بس قبل ما أستعين بالبكرات باجي أنا بحله عادي، بحط البلوك A بلوك B، بدي أرسم free body diagram. هلأ بالنسبة لل A لاحظ هون عندي هاي البكرة اللي عليه هون، حيكون في إلها tension من هون وtension من هون، ولتحت عندي NG. بالنسبة لل B فهون في حبل واحد إذن T، ولتحت MG ما في أي forces تانية. هلأ بدي أفرض إنه لتحت هو البوزيتيف، أوكي، فسميشن F على الواي حتساوي M في A على الواي. بما إنه لتحت هو الموجب فحيكون عندي MG minus 2T. هاي بس انتبهولها إنه كتير في ناس بتخربط وممكن تنسى إنه هاي البكرة عليها 2T، يعني ال A بيأثر عليها 2T مش T واحدة، ممكن خلص يحط T وخلص يطلع السؤال كله غلط، يعني شغلة بسيطة ممكن تطلع لي السؤال غلط. اوكي طيب هلا بنكمل. عوضنا هون بالاشياء اللي بعرفها، الام 100 الجي 9.81 ماينس 2 تي تساوي الام في الاكسلريشن، لاحظوا هون عندي مجهولين. طيب بنروح للبلوك بي، لتحت موجب فعندي ام جي ماينس تي بتساوي الام في الاكسلريشن، عوضت في الاشياء اللي بعرفها، الام 20 جي 9.81 ماينس التي تساوي 20 اي، برضه هون عندي مجهولين. لاحظوا هيك صار عندي كم مجهول، 3 مجاهيل بمعادلتين، اذا ناقصني معادله واحده. فمن وين بقدر اجيبها؟ بما انه هذا سؤال بكرات بقدر استعين بدرس الابسولوت ديبندنت موشن اللي هو كان بتشابتر 12. بجيب طول الحبل بدلاله الاس واشتقه مرتين، تطلع عندي A بالنسبة ل A الأكسلريشن ل A بالنسبة للأكسلريشن ل B، فهيك بصير عندي معادلة ثالثة. طيب أوكي نرجع هون على الرسم شوي.
هلا الخطوات اني اول اشي احط الريفرنس، ثاني اشي اشوف كم حبل عندي، لازم هو واضح هو حبل واحد، اشوف كم جسم بتحرك عندي، جسمين اذا حيكون عندي اس اي واس بي. اوكي من الريفرنس باخد هاي اس اي وهاي اس بي، فالال حتساوي 2 اس اي، هاي واحد والثاني زائد الاس بي. نيجي هون ال L تساوي 2SA زائد SB، اشتقيتها أول مرة بعدين بشتقها كمان مرة، هيك صار عندي معادلة ثالثة فيها AA زائد AB، هيك صار ثلاث مجاهيل ثلاث معادلات بحلهم تطلع معي ال A بالنسبة ل A تساوي 3.27، AB بتساوي ماينس 6.54، وال T بتطلع 327. طيب هلأ هو شو المطلوب أصلا عندي؟ مطلوب سرعة، لاحظوا سرعة البي، فإذا الحل ما خلص عندي. هلا أنا طلعت كل هاي الشغلات، أوكي بحكي لي since a b is constant معناته رح أقدر إني أستخدم قوانين الحركة الثلاث. هلا هو طالب سرعة لبي، إذا ال v تساوي v initial زائد a b في t، ال v initial zero لأنه starts from rest، بضل عندي ال V تساوي 0، ال A بعوضها زي ما هي سالب 6.54، وال T 2 seconds، فهيك تطلع عندي ال V تساوي ماينس 13.1 هون متر بير سكند. اوكي اذا هون بس لازم تكون متر بير سكند هاي. طيب هلا عندي سؤال فانديمنتال 13.3، بحكي لي انه انا عندي هاي البلوك والماس لها 10 كيلوغرام، في عليها هذا سبرينج تمام، في عليها فورس مقدارها 500 بهذا الاتجاه، بده السرعة لما الاس، هاي الاس لما هاي المسافة تصير نص متر، بحكي لي لما الديفليكشن يساوي زيرو the block is at rest and the spring is uncompressed the contact surface is smooth، يعني ما في فريكشن، معطيني هون الكي بتساوي 500 نيوتن لكل متر. طيب هلا لو انا اجيت بدي اعمل فري بودي دايجرام، حيكون عندي هاي الفورس مضروبه في مضروبه في كوساين الزاويه، اوكي لا سوري، حتكون لتحت في ساين الزاويه اللي هي 3 على 5، ولليمين في كوساين الزاويه اللي هي 4 على 5، وعندي ام جي لتحت، وعندي الاف نورمال لفوق، وعندي هذا السبرينج بيأثر عليها باتجاه اليسار. يعني هلا هذا الجسم هاي الفورس الخمسمية عم تخليه يتحرك هيك لليمين، فالاف سبرينج الفورس اللي بالسبرينج حتقاوم هاي الحركة بعكسه فحتكون لليسار تمام. هلا لو اجيت هون حطيت سميشن للفورسز على الاكس حتساوي الام في اي، فانا عندي اف مضروبة في 4 على 5 ناقص اف سبرينج بتساوي الام في اي. اوكي عوضنا هون مكان الاف 500 4 على 5، والاس اف سبرينج هي عبارة عن كي في الديفليكشن، الكي معطيني اياها هي هون 500، اوكي فعوضناها 500 بي اس تساوي 10. هلا لاحظوا هون عوضنا الاي ب في دي في على دي اس، ليش؟ لانه هون عندي هذا الترم بدلالة الاس، فباجي بنقل دي اس هون، اوكي وهون عندي الاس كانت زيرو بده اياها لما تصير نص، فحطيت حدود التكامل من زيرو للنص، وهون عندي 40 سوري هون عندي 40 ناقص 50 اس اللي هي قسمت على 10 اللي هون، اوكي بتساوي هاي التكامل من زيرو ل في في دي في، تطلع عندي ال في بتساوي 5.244. اوكي هلا ايش كمان مطلوب؟ بس هون مطلع اف نورمال بس ما الها داعي، انه هو طلب بس ال V، بس مش مشكلة هون يعني عشان تشوفوا كيف بنطلعها عادي. summation للفورسز على الواي بتساوي mass acceleration، وحسب انه لتحت هو الموجب،
فصار عندي ام جي زائد الاف في 3/5 ناقص اف ان تساوي 0. ليش 0 حكينا؟ لانه هذا الجسم بتحرك يمين او يسار، يعني باتجاه الاكس، ما في حركة على اتجاه الواي. فنقلنا الاف ان على الجهة التانية بتطلع عندي قيمتها. اوكي طيب، هلأ لو اجينا على هذا السؤال 13.4 بحكي لي انه انا عندي، اوكي هون عندي زي موتور بيعطي فورس قيمتها 100 مضروبة في اس زائد 1. اوكي هاي اس، يعني هون معطيني الفورس بدلالة الاس، المسافة اللي بمشيها الجسم. بده السرعة لما الاس تساوي 10 starting from rest. اوكي هلا حطينا الفري بودي دياجرام، عندي تي باتجاه اليمين، هذا الجسم بسحب السيارة باتجاه اليمين، وعندي اف نورمال لفوق، وعندي الام جي لتحت. هلا التي هي عبارة عن 100 مضروبة في اس زائد 1، هو معطيني اياها هيها. التي يعني هي نفسها اف تساوي الام. هلا الاي بعوضها بدلالة في دي في باي دي اس. ليش؟ لانه هذا الترم اللي هون عندي اياه بدلالة الاس. اوكي فعندي 100 اس زائد 100، هون وزعنا 100 على ام دي اس تساوي في دي في. حطينا حدود التكامل لانه قال لي from rest، فانا عندي من 0 ل 10، هون من 0 ل v. الام قديش معطيني اياها؟ مش واضحة بالتصوير بس هي 2000. اوكي فعوضها هون 2000، هون حلينا التكامل، طلع هذا التكامل كامل عندي جوابه 3، وهاد جوابه نص في تربيع، ضربنا في 2 واخذنا الجذر، بتطلع عندي ال في تساوي 2.449. اوكي هلا عندي هذا السؤال، لاحظوا هذا السؤال كتير مهم. معطيني الماس للجسم عبارة عن 80 كيلوغرام، وعندي هاي الفورس بي بتأثر عليه بمقدار 90 تي تربيع، برضو هون الفورس بدلالة ال تي as a function of t. معطيني الميو اس، معطيني الميو كي اللي هم 0.4 0.3. هلا هو ما حكى لي انه انت احسب الفريكشن وانت عم بتحل، خلص بس بمجرد انه اعطاني ميو اس او ميو كي او التنتين، فانا بدي اعرف انه الفريكشن بده يدخل بالحسابات، او اذا هو حكى انه اهمل الفريكشن، او حكى انه سموث سيرفس. بالاخر حالتين بدي اهمل الفريكشن. طيب بده الاكسلريشن لما تكون التي بتساوي 2. اول خطوه زي ما احنا عارفين اللي هي فري بودي دياجرام، فحللنا البي هيها، حللناها اللي هي مايل بزاويه 20 عن الهوريزونتال، فبتصير باتجاه اليمين بي كوساين ال20 ولفوق بي ساين ال20، وعندي نورمال لفوق وعندي الام جي لتحت. بما انه الجسم بتحرك لليمين، طبعا كيف عرفت انه بتحرك لليمين؟ هاي الفورس تسحبه هيك، فحيكون الفريكشن عكس هاي الفورس. تمام طيب هلا اول اشي بدي اعمله اللي هو تشيك فور موشن. ايش يعني تشيك فور موشن؟ زي ما حكيت لكم هلا عندنا الاف الفريكشن الاستاتيك وعندنا الاف كي. هلا الاستاتيك او الاف اس هي مينيموم فورس بيحتاجها الجسم حتى انه يتحرك، فانا بدي اشوف قديش قيمتها. اوكي فهلا لما اجي اشوف قديش قيمتها، هي بتساوي ميو اس في النورمال. النورمال كيف بدي اجيبه؟ هيو النورمال، هلا انا هون فرضت انه لفوق هو الموجب، فعندي النورمال زائد بي ساين ال20 ناقص الام جي حيساوي 0. ليش 0؟ لانه احنا هون عم نشتغل باتجاه الواي، باتجاه الواي ما في حركه، بالتالي الاي الاكسلريشن 0، فبتصير عندي النورمال تساوي ام جي ماينس بي ساين ال20. بعوض قيمتها هون ام جي ناقص بي ساين ال20. هلا باجي بحكي انه بدي الاف فريكشن، بدي هاي الاف فريكشن تساوي هاي الفورس حتى انه الجسم يتحرك. اوكي فبتصير عندي الاف فريكشن ستاتيك هي عباره عن ميو اس في ام جي ماينس بي ساين ال20 تساوي بي كوساين ال20. هلا البي تساوي طلعتها على طرف لحال ميو اس في ام جي على كوساين 20 زائد ميو اس ساين ال20، عوضت كل القيم تطلع عندي 291.61. هلا ايش هاي بي ستار؟ بي ستار هاي اللي هي الفورس او المينيموم فورس اللي لازم تكون موجوده
حتى يتحرك الجسم عندي. هلا بناء عليها بدي اشوف قديش كان التايم لما الجسم بلش يتحرك. هلا هو الجسم بلش يتحرك لما وصلت عندي الفورس لهاي القيمه. طب قديش كان التايم لما وصل الجسم او لما وصلت الفورس لهاي القيمه؟ باجي بعوض مكان البي هون 291.6 تساوي 90 تي تربيع، اوكي؟ فبتطلع عندي التي تساوي 1.8. برضو هاي تي ستار، ايش يعني تي ستار؟ هاي يعني هاي التايم اللي بلش عندها الجسم يتحرك، يعني هو ما بلش يتحرك من الزيرو، لا هو بلش لما صار التايم 1.8. طيب هلا لو اجيت اخذت سميشن للفورسز على الاكس، هلا هو المطلوب عندي اكسلريشن. لو اجيت اخذت سميشن للفورسز على الاكس تساوي الام في اي، هلا على الاكس عندي بي كوساين 20 ناقص الاف فريكشن، اوكي؟ هيها بي كوساين 20 ناقص الاف فريكشن، هذا الحكي شو يساوي؟ الماس بالاكسلريشن. هلا بما انه الجسم بلش يتحرك، فلاحظوا الاف فريكشن عوض مكانها ميو كي في الاف نورمال، مش ميو اس. ميو اس للجسم هو واقف ما بيتحرك. فهاي عندي ال بي 90 تي تربيع كوساين 20 ناقص ميو كي اف ان تساوي الماس بالاكسلريشن. الاكسلريشن هو عباره عن دي في باي دي تي. بس لاحظوا هون شغله، هلا احنا هون المطلوب عندي الاكسلريشن مش السرعه، فعشان هيك بقدر انه ما احطها بدلاله دي في باي دي تي، خلص اخليها تي، سوري اخليها اي. هو معطيني التايم اللي بده الاكسلريشن عنده، فبعوض مكان التي 2 تطلع عندي قيمة الاي 1.75، اوكي؟ هلا هون برضو طلعت قيمة الاف نورمال اللي هي عبارة عن ام جي ماينس بي ساين 20، هاي بس اورجيكم اياها على الفري بودي دياجرام. هاي اف نورمال زائد بي ساين 20 ناقص الام جي تساوي زيرو. فلو انقلهم على الطرف التالي حتصير الاف نورمال تساوي ام جي ناقص بي ساين ال 20، بتطلع عندي تقريبا 662. طيب هلا هون شو فائدة الحكي اللي عملناه فوق؟ بما انه احنا عوضنا مكان التي 2 ما استخدمناه اصلا. طيب هلا بدي احكي لكم، مثلا هلا هو السؤال طالب acceleration، بس لو انه طالب الفيلوسيتي، شوفوا كيف الحل رح يفرق معنا. هاي هون مثلا حكالي طلع لي السرعة، شو بدي اعمل؟ نفس القانون اللي انا حطيته اللي هو سميشن على الفورسز باتجاه الاكس 90 تي تربيع كوساين 20 ناقص ميو كي اف نورمال تساوي 80 اي. لاحظوا هون شغلة، هلا مكان الاف نورمال عوضت قيمتها تساوي 80. هلا بما انه طالب السرعة فبدي اكتب ال A بدلالة دي في باي دي تي، لانه عندي هذا الترم فيه تي، هاي هون تي، اذا هي مش كتير واضحة بس هي تي، اوكي؟ فعندي هذا الترم بدلالة التي، وهون عندي A وانا بدي ال V. فشو الاشي اللي بربط بين ال A وال V وال T؟ هي انه ال A تساوي دي في باي دي تي. فلو نقلت ال دي تي على الطرف الثاني وكملت، اوكي. هلا اول اشي هون انا جمعت الحدود مع بعض اللي هم التي تربيع ناقص هذا الحد اللي هو لحاله دي تي بيساوي 80 دي في، بعدين طلعت هذا قيمته بتطلع 75 تقريبا تي تربيع ناقص 235، اوكي، اللي هو هذا الحد قيمته 235.44 دي تي بتساوي 80 دي في. هلا بدي احط حدود التكامل، بدي احط حدود التكامل. هلا بالنسبة للفي فهي كانت زيرو وصلت لفي، بس وين المشكلة عندي؟ بالتي. لاحظوا هون التي ما بروح بحط انه التي بلش من الصفر لاتنين، هون الغلط اللي احنا رح نغلطه. التي هو فعليا بلش الحركة من عند 1.8 اللي هو لما انا رحت طلعت المينيموم فورس حتى يتحرك الجسم، بعدين عوضتها ب 90 تي تربيع تساوي الفورس، طلعت عندي التايم 1.8. فهاي هي فعليا التايم اللي بلش الجسم يتحرك عندها. التايم المطلوبة هي 2، فهون بحط 1.8 ل2 بكامل تطلع عندي السرعة. فهاد هي، بس انا هون ما طلعتها يعني، خلص بس منعوض وبتطلع معنا. فهون عشان هيك احنا لازم دائما نعمل check for motion عشان نعرف المينيموم فورس اللي بتلزم للجسم حتى انه يتحرك، والتايم اللي بلش الجسم عنده يتحرك. وممكن اصلا
ممكن اصلا انه الجسم ما يتحرك من اساسه. ممكن في سؤال، طبعا مستحيل يجي سؤال زي هيك بالامتحان انه الجسم ما يتحرك، بس ممكن فعليا احنا نعمل الكالكوليشنز ونلاقي انه الجسم ما تحرك، يعني هو بيحتاج مينيموم فورس مش موجوده، فبنكون احنا عم بنحل مثلا لو ما طلعناها بنكون عم بنحل وهو اصلا الجسم ما بيتحرك، بيطلع كل اشي غلط. طيب اوكي، احنا هيك بنكون خلصنا هدول الاسئله. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل، بس بدي ادير بالي بالفري بودي دايجرام بالاتجاهات، لانه اذا حطيت اشي غلط اتجاه اشي غلط حيطلع عندي كل اشي، رح يطلع معي الحل كلياته غلط. ماشي، والشغلات اللي لازم اركز عليها زي ما قلت لكم انه انتبه للاي وانتبه للفورس اذا هي كانت كونستنت او بدلالة اشي تاني، يعني بدلالة التايم. زي ما شفتوا حلينا اسئلة كانت الفورس بدلالة التايم، في اسئلة كانت الفورس بدلالة الاس زي سؤال الموتور، والاكسلريشن برضو بدي اشوف احطها في دي في باي دي اس ولا دي في باي دي تي، طبعا تعتمد على انه الفورس كيف مكتوبة بدلالة شو. فهاي الشغلة لازم انتبه لها. الفريكشن كتير مهم، لما يكون معطيني الميو اس والميو كي بدي اعمل تشيك فور موشن، اما اذا كان معطيني الميو كي لحالها فخلص هو اكيد الجسم عم يتحرك، فهون ببلش حل على طول من غير ما اعمل تشيك فور موشن، لانه اصلا الميو اس مش موجودة فاكيد الجسم عم يتحرك. رح نحل كمان اسئلة، ورح يكون الفيديو الجاي برضو حل على اسئلة على تشابتر 13، بس حنحل ب normal and tangential components، وبعد normal and tangential حنحل خمس أسئلة اللي هم أعطانا إياهم الدكتور homework زي ما عملنا بالشابتر 12. فهيك إن شاء الله حنكون غطينا كل الأفكار. كمان لا تنسوا إنه أنتوا تحلوا هاي الأمثلة بإيدكم، ولا تنسوا إنه تحلوا أمثلة زيادة كمان عليهم إذا مش فاهمين، ويعطيكم العافية.